أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل ثبت قوله السلام علينا من ربنا عند دخول مكان لا يوجد فيه أحد؟ لا، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يشمل الملائكة ويشمل المسلمين من الجن. يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا دخل بيتا ليس فيه أحد، أن هذا يكون سلاما على الحاضرين من الملائكة ومن المؤمنين من الجن.